السنة دي في متابعة جماهيرية كبيرة لكل الأعمال الدرامية اللي بتقدمها الشركة المتحدة في رمضان، وكان في ردود فعل كلنا شفناها وتابعناها امبارح على السوشيال ميديا على الحلقات الأولى اللي اتذاعت امبارح لمسلسلات رمضان، واللي بنشوف إنتاج ضخم وإنتاج متنوع في الأفكار وفي الموضوعات اللي بتناقشها هذه المسلسلات، سواء كان بقى في إطار كوميدي أو حتى اجتماعي وأيضا تاريخي. بس يمكن كان بقى لنا كتير بنقول كمان إنه إحنا بنفتقد شوية المسلسلات للأطفال الموجهة للأطفال. عايز أقول لك إن السنة دي في أعمال للأطفال مهمة جدا جدا، الشركة المتحدة قدرت إن هي تجمع الأطفال حوالين أربع مسلسلات أنيميشن، زي مسلسل سر المسجد اللي بيعلم الأطفال تعليم الدين السمحة والتربية الدينية السليمة، ومسلسل نورة البنت الصغيرة اللي بتكافح علشان تحقق أحلامها، مسلسل نور الكوكب السعيد، نور والكوكب السعيد اللي بيوسع خيال الأطفال ويخليهم يتخيلوا بصورة أكبر، وطبعا الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز اللي الأطفال كلها بتحبه. بكل تأكيد نيجي بقى كمان لصاحب البهجة وعتبات البهجة للدكتور يحيى الفخراني. الحقيقة المسلسل ده من أول ما تم الإعلان عنه والبوستر بتاعه نزل والناس كلها كانت متشوقة إن هي بكل تأكيد هتشوف عمل مختلف. طبعا يحيى الفخراني بيعود للجمهور بعد سنين من الغياب عن دراما رمضان. المسلسل بيقدم دراما اجتماعية وكوميدية راقية جدا، وأعتقد إن هذا المسلسل قدر إنه يجذب جمهور كبير جدا في الحلقة الأولى اللي اتعرضت امبارح. بس في كمان من ضمن المسلسلات اللي كان ليها جماهيرية كبيرة جدا من أول يوم هو مسلسل الحشاشين، دور مختلف للفنان كريم عبد العزيز، قصة مشوقة جدا، صورة حلوة، إنتاج كبير جدا وضخم. الحقيقة أن معظم المسلسلات فيها مجهود واضح كبير جدا، فيها تنوع، وإحنا النهاردة هيكون معنا فقرات مختلفة وتقارير مختلفة عن دراما رمضان وأحداث الحلقات الأولى للمسلسلات، هنتابعها مع بعض في خلال الحلقة. مرة تانية بنصبح عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.